تفاعل عدد كبير من النجوم مع إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن موعد بدء النسخة الثالثة من موسم الرياض، والذي سيكون يوم 21 من أكتوبر الجاري تحت شعار فوق الخيال، موضحاً أن الافتتاح سيكون بحفل عالمي. يستعد المسرح الرئيسي بدبي أوبرا لاستضافة حفل ضخم للملحن والموسيقي السوري الشهير إياد الرماوي يوم 15 من أكتوبر الجاري بعنوان ليلة واحدة في دبي أوبرا بمصاحبة الأوركسترا. ويتميز أسلوب الرماوي الموسيقي بالجمع بين مزيج فريد من العناصر الشرقية والكلاسيكية بألحانه المفعمة بالمشاعر الرومانسية والحماسية أحياناً. خطفت الفنانة نادين الراسي الأنظار بأحدث ظهور لها مع خطيبها بعد تخطيها أزمة إصابتها بكورونا التي غيبتها عن 40 شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي. يحتفل الفنان بدر الشعيبي بنجاح أغنيته الجديدة عن حب لتحتل المركز الثالث بين الأغاني الأكثر استماعاً بيوتيوب خلال يومين من إطلاقها. عن حب خذنا بعض عن حب. تصدر ترند الفنان عمر كمال وسيدة الأعمال ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بخبر استعدادهما للزواج دون أن يؤكدا أو ينفيا ما هو متداول. ويحل عمر كمال اليوم ضيفاً على برنامج مساء دي أم سي وسط توقعات بأن يعلق على هذا الجدل. وأخيراً شوقت منصة نتفليكس جمهورها لموعد مسلسلها الواقعي الجديد دبي بلينغ الذي ينطلق في 27 من أكتوبر الجاري بعرض البرومو الذي يكشف لمحات عن حياة الرفاهية التي يعيشها بعض أغنياء دبي، إذ يسلط البرنامج الضوء على حياة مشاهير نجحوا في تأسيس إمبراطورياتهم من الصفر في دبي وبمختلف المجالات. في كتير عالم صاروا مليونيرز بدبي وأنا واحدة منهم.